أكدت دراسة جديدة أن احتمالية وقوع إصابات على الأرض جراء سقوط أجزاء صواريخ أو نفايات فضائية من الفضاء تصل إلى 10% بحد أقصى. أشارت الدراسة التي أعدتها مجموعة بحثية بكندا إلى أن دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية تعتبر هي الأكثر عرضة لوقوع مثل تلك الحوادث النادرة، حيث أن مدينة لاغوس نيجيريا ومكسيكو سيتي المكسيكية وجاكرتا الإندونيسية ترتفع إمكانية تعرضهم لسقوط بقايا صواريخ من الفضاء للأرض بمعدل 3 مرات إذا ما قارناها بمدن مثل نيويورك وبكين وموسكو.